وللمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا الكاتب الصحفي بركات الزيود رئيس قسم التحقيقات بوكاله الانباء الاردنيه. سيد بركات، بعد التحيه، يعني وزير الخارجيه الامريكي يواصل جولته بالشرق الاوسط، في رايك هل ستنجح المساعي الامريكيه هذه المره لوقف اطلاق النار الدائم بقطاع غزه؟ مساء الخير لكم، مساء الخير لجمهور المشاهدين. حقيقه اليوم احنا كانت ستنجح مساعي وزير الخارجيه الامريكي في المنطقه ومن وقت مبكر لو استجابت هذه الاداره الامريكيه لوجهه النظر المصريه او الرؤيه المصريه والرؤيه الاردنيه بان الحل يجب ان يكون سياسيا وعلى وفق نظام الدولتين، ولا يكون على حساب اهل المنطقه او على حساب الفلسطينيين، وان يكون الحل هو بالحرب الشامله والمدمره والاباده الجماعيه. المساعي الامريكيه هذه الجوله قد تكون الثالثه او الرابعه لبلينكن للمنطقه، وبالتالي في كل جولاته الماضيه على ما يبدو انه كان يحمل مبادره لوقف اطلاق النار من وجهه نظر امريكيه تنحاز للاسرائيليين، قد تكون منحازه للاسرائيليين بشكل كبير، وبالتالي هذا ما لم يتاح او لم توافق عليه الدول المحوريه واللاعبه والاساسيه والمجاوره لفلسطين المحتله والمتمثله زي ما نحكي احنا بالاردن رمان في الميزان في المنطقه مصر، وايضا الاردن على الحدود الطرف الاخر. وبالتالي اليوم في هذه الجولة الأخيرة التي يزورنا فيها بلينكن أيضا على ما يبدو أنه يحمل وجهة نظر جديدة ويبحث عن حلول لوقف إطلاق النار، وعلى ما يبدو أن لا حل في الأفق يلوح سواء من أمريكا أو من أي دولة في العالم إن لم يكن العودة إلى ما قالت به الدول السلطة الفلسطينية ومصر والأردن بأن الحل السياسي وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 68 هو الحل لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع بصورة نهائية ووقف وحق دماء المدنيين في تلك المنطقة. نعم، في ظل الدعم الأمريكي المتواصل للحكومة الإسرائيلية، سيد بركات، هل الإدارة الأمريكية ستكون قادرة على وقف فكرة الاحتلال نحو التهجير القسري للفلسطينيين أم من الصعب الوصول إلى هذا الحل؟ حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب الأخيرة على غزة تناقضت مواقفها جدا، وعلى ما يبدو أنها لا تريد وقف إطلاق النار وهي تطيل أمد الحرب، وكلنا لاحظنا أنها استخدمت حق النقد الفيتو أكثر من مرة وأجهضت محاولات بصراحة كل المبادرات التي تبلورت في مصر من قمة السلام في القاهرة وصولا إلى اليوم الحالي، كلما كانت تأتي مبادرة كان يتم إجهاضها ويتم وقفها بالفيتو الأمريكي، وبالتالي هذا التناقض تعرض الموقف الأمريكي إلى انتقادات واسعة من أطراف دولية ومن الفلسطينيين بهذا الاتجاه. اليوم السعي والمبادرات التي بدأت منذ البداية بأن يكون هناك تهجير، ولو كانت أو وافقت مصر بالدرجة الأولى على هذا المخطط الذي كتب تحت الطاولة لا اعتقد ان التهجير القسري للفلسطينيين تم منذ زمن بعيد ونفي بدل النكبه الاولى نكبه ثانيه وثالثه، ولذلك اليوم في موضوع التهجير القسري امريكا بطريقتها الحاليه التي تعمل عليها لم تقدم حتى الان حل الا من طرف منحاز للحكومه الاسرائيليه، وهو ما لم تقبله مصر ولم تقبله الاردن ولم يقبله الفلسطينيون على اختلاف حركات التحرر الفلسطينيه المنتشره في ايضا في فلسطين المحتله. اما وان الصراع قد توسع نوعا ما في المنطقه، سيد بركات، ومصر من اليوم الاول للازمه وهي حذرت من اتساع دائره الصراع في المنطقه، برايك الى اي مدى كانت الرؤيه المصريه سباقه في ما يحدث داخل المنطقه الان وما تشهده من نزاعات؟ يعني استاذ اعيد واكرر نفس العباره بكل مره انا اقولها، انه لو استجابت القوى الفاعله بالقرار الدولي من امريكا والدول بمجلس الامن والتي كانت ترفع يدها بقوه لعدم وقف اطلاق النار واستخدام الفيتو، لو استجابت منذ البدايه للرؤيه المصريه لما توسع الصراع سواء على الجبهه لبنان وعلى على باب المندب والبحر الاحمر وتهديد الناحيه العالميه، ولما راينا اصلا بحر الدم الذي نراه في فلسطين المحتله اليوم. في كل هذا التطور اليوم الرؤيه المصريه في البدايه
هي دولة تجاور فلسطين، الأردن يجاور فلسطين، أيضا أصبحت إبادة جماعية على أرض فلسطين، إما أن تنزح وإما أن تقتل، والفلسطينيون لا يريدون النزوح. المصريون يقولون إننا لن نكون شهودا أو لن نسهم في تهجير الفلسطينيين وقتل القضية، وبالتالي كانت الرؤية المصرية منذ البداية أن لا حل إلا بالسياسة ولن تفلح آلة الحرب، وكلما قتل شخص خرج آخر. ولذلك اليوم نحن نقول أن الرؤية المصرية حتى اليوم أو الرؤية التي تسهم في عملية السلام ورؤية الدولة المصرية بشكل عام هي رؤية منذ البداية كانت واضحة بأن حل القضية الفلسطينية لا يكون لا بالقتل ولا بالتهجير، ولن يكون على حساب دول أخرى، لأن الفلسطينيون أرضهم هي فلسطين. ولذلك أعتقد أن من أوقف حتى اليوم تصفية القضية الفلسطينية هي الدولة المصرية التي تعتبر لاعب أساسي ومحوري في هذا الاتجاه. نعم، الكاتب الصحفي بركات الزيوت رئيس قسم التحقيقات بوكالة الأنباء الأردنية، كنت معنا هاتفيا من عمان، شكرا جزيلا لك.